ازيكم عاملين ايه؟ ازيك يا دينا؟ الحمد لله. الحمد لله. انا والله شايفه ان موضوع الشك ده مشكله كبيره جدا، مش بس ما بين الراجل والست، يعني هو الشك في حد ذاته مشكله. اي شخص شكيك ده مشكله طبعا. يعني حتى احنا بنشوف علاقات كتير، وانا نفسي مريت علاقه كده، هي ممكن تكون واحده صاحبتي بس هي طول الوقت عندها شك في حاجات بسيطه جدا. انت خرجتي مع مين؟ خرجتي من غيري؟ انت بتكلمي حد تاني من صحابنا؟ حاجات ممكن تكون عميقه جدا ومش موضوع كبير بالزبط. بس هي كشخصيه شكاكه في طبعها، فهو ده اللي بيحصل. بس انا برضه انا رايي ان موضوع الشك ده ليه علاقه بالبيت وليه علاقه بالتربيه. ازاي بقى؟ هو طول الوقت بيزعقوا في ولادهم، لا ده صاحبك بيضحك عليك، لا ده صاحبك على فكره ذاكر وما قالكش، فانت تبتدي تشك فيها. وانا فهي الام بتزرع في الابن عدم الثقه. بالظبط كده، هي بتزرع في ولادها سواء ولد او بنت هو لازم يشك في كل اللي حواليه، وان هم كل اللي حواليه اكيد ما بيحبوهوش، وكل اللي حواليه اكيد شخصيات شريره، فهو لازم يشك وما يصدقش اي كلمه بتقال مهما كان الموضوع ده مثلا بسيط، يعني مش لازم يكون حاجه كبيره. فهي انا شايفه ان الشك مرض، يعني اتمنى ان يكون ليه علاج. ويعني او يمكن يا دينا، لا انا برضو مش عايز اصدر الجزئيه بتاعت الشك ان هي جايه بس من اهل، يعني علشان برضو ما نظلمهمش معانا. ممكن الشك يجي من خلال التجارب السيئه اللي انت مريت بيها في حياتك، ان انت ممكن كنت مدي ثقه الى حد ما لاكتر من حاجه في حياتك وحصلك العكس منها. فانت بس أنا بس يعني انا برضه شايفه يا فاروق اللي يعني اللي اكتر من مره يعني يحصل له موقف ان حد يخون ثقته، فده معناه ان هو شخص من الاول ما عندوش القدره ان هو يختار صح. ماشي، ده صح. يعني مش لازم يكون شخص وحش، بس ماشي انا ممكن اتعرض ان انا مره يتحكي عليا واختار حد، والحد ده ما يطلعش مناسب. بس انا لو اتعرضت لده ثلاث واربع وخمس مرات، ده معناه بقى ان انا عندي مشكله في الاختيار، او ده معناه ان انا ما بقراش العلامات كويس. مزبوط. ده معناه ان انا من الاول ظهر لي علامات الشخص ده مش اهل الثقه وانا وثقت فيه.